أسامة المذكوري، أسامة في التنفيذ، كرة مرفوعة ممتازة جدا والهدف، هدف أول في المباراة، رجل تخصص، رجل الاختصاص. أمام شباب أطلس خنيفرة أقنع وأمتع وارتقى فوق الجميع مسجلا الهدف الأول في المباراة. النتيجة 1-0 الموقع جهة، لكن الختم لا يوازي العمل المبذول من طرف لاعبي الفتح. الرباطي والهدف ممتاز جدا، هدف رائع جاء بهذه الطريقة. بولورود لفوزول يلعب كورته بشكل ممتاز جدا ولعبها في الجهة اليسرى، ما خلى محمد أمين البرقادي ولا شيء يفعله في هذه الكرة. نوتولا الثانية والنتيجة تغيرت، تصبح 2-1 للفتح بهذه الطريقة من قدم المميز هشام